اهلا وسهلا الشيمات ديالي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كديرين متتبعين قناه طبخ من الاولاد؟ المهم جيت نقدم معكم هنايا واحد الكيكه سهله وبسيطه واقتصاديه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هنايا راه عندي 5 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، وكاس ديال السنيده، وعندي كاسه ديال الخمارات وفانيا، وعندي 5 ديال الليمونات، يعني مانداري، درتو في الخلاط، قشرتهم ودرتهم في الخلاط الكهربائي وطحنتهم مزيان حتى تذوقوا. خرجوا ليا 2 كيسان، غادي نديرهم وندير قبيصه الملحه. هنايا درت 5 البيضات في المول، غادي نخبطهم مزيان حتى يندمجوا ليا مزيان. غادي نزيد عليهم فانيا، غادي نخلطهم مزيان. المهم كيك اقتصادي منزلي يومي، يعني ماشيش كيك اللي بشوكولا دائما للوليدات، يعني كنحاول نخرجوا شويه الشوكولا، ما نخليوهاش دائما في الكيك. هنايا راني درت كاس ديال السنيده وزدت عليه، وغادي نزيد عليه الكاس ديال الزيت، غادي نخبط مزيان حتى يندمجوا ليا السنيده والبيض مزيان ان شاء الله. عاد نزيد عليهم الزيت، يعني هنايا بغيتو ديروا الحليب بعوض الليمون، بغيتو ديروا دانون، داكشي كيبقى اختياري لكل واحد. بغيتو ديروا النكهه ديال القهوه، غادي تطيبوا القهوه، يعني غادي تطيبوها وغادي ديروا 2 كيسان او كاس، وغادي ديروا معلقه ديال النسكافيه والكاكاو المر، كيجي المذاق ديالها صراحه غزال. هاد الكيكه ديال الشوكولاته هي ان شاء الله ديال مذاق القهوه، ان شاء الله نجربها معكم. المهم هنا راني زدت كاس ديال الزيت وخبطتو مزيان، غادي ندير هنايا الكيسان ديال الليمون. هانتوما داك الليمون راه جات غزاله، واحد الكيكه البنات تكون جات فنه، يعني الليمون من احسن طحنو هكا احسن ما تعصروه. بغيتو ما ديروش فاني تحكو القشور ديال الليمون حتى هو تزيدوه، غادي ديروه. المهم هنا غادي نخبط مزيان البنات، وغادي نجيب الخمالة ديالي ديال الحلوى وغادي نغرب لها. هنا البنات راني كندير الكيكة بالزربة، لان غادي نمشي نجيب وليداتي من المدرسة، غادي نديرها طيب طيا منين طيب خصني نديرها باش قبل ما يجي وليداتي المدرسة، باش خصني نخرجها من الفران، ما نخليهاش من الفران تقدر تخطف ليا ولا. المهم هنايا راني كنزيد الدقيق، الدقيق كيبقى البنات ما عطيتكمش هنايا العبار، العبار ما عطيتولكمش، يعني داكشي كيبقى الكيكه ما تكونش جاريه، ما تكونش قاصحه. غادي نخلطو هادشي البنات مزيان. بغيتو البنات ديرو داك الطراب الكهربائي ديرو، يعني غادي ديرو غير في اللون، غادي تبغيو ديرو الطحين ما غاديش ديرو الطراب الكهربائي. انا عندي وما خدمتوش، يعني راني قلت لكم كندير الكيكه زربه، اسمحوا لي البنات كنت نعطل عليكم ما كنحطش الفيديوهات، لان والله العظيم عندي الضغط ديال المدرسه، كنمشي ندي وليداتي ونجيبهم. وبنات الوليدات اللي ان شاء الله عندهم امتحانات، الله يسهل عليهم والله ينجحهم ويوفقهم ان شاء الله يا ربي. هذا هو المول اللي غادي اللي عندي، راني دهناه هنايا بالزيت، ومن احسن البنات دهنوه بالزبده، انا ما كنتصابتش عندي ساك ساعات الزبده، دهنتوه بالزيت. هنايا غادي ندردر عليه الدقيق مزيان حتى نلبسه مزيان بالدقيق باش ما تلصقليش. انا عارفه هاد لاطا ما كتلصقش، ولكن احتياطا كندير الدقيق. هنايا راني لبستها كلها ديال الدقيق، وغادي نزيد الدقيق هنايا. المهم كنشوف حتى نشوف القياس اللي غتاخد ليا فيه الكيكه، مع دايره فيه 2 كيسان ديال الليمون. تبارك الله غزاله مفشوشه من الداخل زوينه، واحد الكيكه ما نقول لكمش البنات، مذاق ديال الليمون.
كنبقاو نضيفو الدقيق شويه بشويه. المهم هاد الكيسه البنات راه هزات ليا تقريبا هزات ليا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، لان فيها المقادير زايدين، يعني لو كانوا ما كانش جوج كيسان ديال الليمون وكانوا بحال مثلا 5 ديال البيضات صغارين او 4 ديال البيضات، ما هزات ليا غير جوج كيسان ديال الدقيق، لان البيضات اللي درت كبارين، و جوج كيسان ديال العصير هزت ليا 3 ديال الكيسان ديال الكيسان ديال الدقيق. هنايا راني ضفت البنات معاكم في داك الخليط، درت معلقه ديال الخل، ما كنحسبني كنصور ساعه ما صورتهاش. هنايا غادي نضيف النص الكبير كاع ديال الخليط، وغنخلي غير شويه البنات، وغادي نزيد عليه الكاكاو مور. بغيتو تاخدو ديال الشاصية، بغيتو تاخدو ديال العبار، من الأحسن ما كيعجبني ديال العبار. المهم هنايا درت معلقة ونص باش تحصلت على داك اللون الغامق. هنايا راني غادي نزيد، واحد معلقة ديال الماء، حسب البنات هي راه حنا دايرين القدر الكافي ديال الدقيق، ملي كتزيد الكاكاو كتنشف ضروري تزيد واحد المعلقة ديال الماء، مبغيتش ندير معلقة زيت، من الأحسن ديرو ديال الماء أولا ديال الليمون. هنايا غادي نخلط مزيان باش مبقاو ليش داك الكويرات ديال الكاكاو. هنايا راني زدت نص المعلقة ديال الكاكاو، المهم كنخبطها مزيان باش ميبقاوش داك الكويرات، من الأحسن تخلطو مزيان البنات، لأن إلا بقاو داك الكويرات كيجيو في الكيكة خايبين. هنايا غادي نهز، وغادي بغيتو البنات تكبوه في خطرة، يعني ديروه خيط واحد، غادي ديروه بغيتو تزوقو بهاد الطريقة هادي، زوقو بهاد الطريقة، يعني كيبقى اختياري الطريقة ديال بغيتو تخليوها غير بيضة كلها خليوها، يعني داكشي كيبقى اختياري ليكم. هانتوما البنات كندافيه بشويه، يعني غادي نجيب واحد السكين، وغادي نبدا نزوق، يعني غير غادي ندور باش تجي داك الدورة مزوقة. نتوما براس ديال الموس، داكشي البنات كيبقى ليكم اختياري، نتوما اي طريقة بغيتو ديروها داكشي كيبقى ليكم اختياري. المهم غادي ندخلها الفران، وبعد ما خرجتها من الفران هانتوما البنات كتجي محمرة وغزالة وهشيشة، وكتجي بنينه البنات والله العظيم، صدقوني كتجي طالعه ما كتهبط ما كتنزل ما والو ملي كتخرجها من الفران. انتوما هنايا قطعت معاكم واحد الطريف بقا كانت سخونه، انتوما البنات جات غزاله. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، دمتم في رعايه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.